ابتدينا في الاوستيوبروزس وابتدينا اول ديزيز بيسبب لي اوستيوبروزس واشهر ديزيز اللي هو الكوشنج سندروم وقلنا ان هو بيعمل لي جنراليز اوستيوبروزس. شايفينها اهم واضحين هنا في لوسنت لاينز ما حولهمش بقى سكليروز زي ما احنا كنا شايفين موجودين في السوبيريور بيوبيك ريمان. طب ليهم اماكن معينه اللوسر زون طالما هم اهم ساينز اللي احنا بنشخص بيهم حدوث الاوستيوماليشيا ليهم اماكن معينه؟ ليهم اماكن معينه في السكيليتون. طبعا زي ما احنا شايفين في السلايدز ده في مالتيبل لوكيشنز ممكن يحصل لوسر زونز، لكن اهم حاجه نفتكرها ان هي بتحصل اراوند ذا بلفس ابر اند اوف فيمورا زي الافلام اللي احنا شفناها قبل كده، ابر اند اوف هيومرس واسكابيولا ولاترال اندز بتاعه الكلافيك. خلاص دول اهم اماكن بيحصل فيهم اللوسر زونز. تاني حاجه او زي ما قلت لكم تاني بلفس ابر اند اوف هيومرس ابر اند of femur والاسكابيولا bilateral and rather symmetrical. تاني حاجه بعد ما خلصنا الاوستيوماليشيا ناخد تاني باثولوجي اللي هو الراكتس. هو نفس الباثوجينيسيس بتاع الاوستيوماليشيا increased and calcified osteoid in the immature skeleton. في الاوستيوماليشيا كنا قلنا mature skeleton هو نفس الباثولوجي لكن في الامature skeleton بيحصل التغيرات اللي بتحصل نتيجه ال increased uncalcified osteoid في الاطفال غير الكبار شويه. احنا قلنا في الاوستيوماليشيا فور ساينز اهمهم اللوسر زونز. هنا بنشوف بقى منظر الراكتس اللي احنا كلنا بنشوفه كتير قوي في شغلنا اللي هو اهم حاجه فيه وايد جروث بليت. معظم الناس بتنسى هذا الساين الاولانيه وهو اهم ساين ان الابيفيزيال بليت بيبقى وايدند. ليه الابيفيزيال بليت ده هو اللي المفروض هيكون لي بعد كده العظم والعظم هيتكون عليه والكالسيوم هيحصل كالسيوم ديبوزيشن والعظم هيكون الابيفيزيال بليت للميتافيسز وبعد كده العظمه بتطول. فالعظم مش عارف الاوستيويد تيشو في منطقه الابيفيزيال بليت مش عارفه تحصل لها من الراديشن او يحصل ديبوزيشن للكالسيوم فيها، فبالتالي الجروس بليت اللي احنا بنشوفه اللي هو عباره عن الانكالسيفايد اريا اللي موجوده في هذه المنطقه بتكبر فولسلي. فبالتالي لو احنا شايفين هنا ده بلين اكس راي ريست المسافه ما بين الابيفيسز والميتافيسز هي دي منطقه الجروس بليت او الابيفيزيال بليت، فواضح قوي ان الابيفيزيال بليت هنا كبر. بيبتدي حاجه بيحصل سام سورت اوف تشينجز في الميتافيسز اللي هي ايه؟ فريينج كابينج اند وايدنينج. نلاقي الميتافيسز بدل ما هي واخده منظر سموث وريجولر هلاقي الميتافيسز شكلها بقت وايد كابت زي الطبق كده والمنظر بتاعها فريد. نلاقي الاوتلاين بتاعها ال ديفايند او فريد. فريد يعني زي ما يكون متاكل كده، يعني ما انش شايف ليها كورتيكال لاين واضح ال ديفايند وفريد. تالت ساين اندستنكت كورتكس نتيجه ان المينراليزيشن قليل هو الباثولوجي كل واحد ان الكورتكس بتاع العظم اللي المفروض فيه الهايست ديبوزيشن اوف كالسيوم بيقل، فبالتالي الكورتكس بشوفه ال ديفايند او فيري ثين كورتكس. روزري بيدز يعني ايه روزري بيدز؟ كنا بناخدها في الاطفال، يعني احنا بنحس في الاطفال اللي عندهم راكتس. نيجي نحس للانتيريور تشيست وول الاقي مالتيبل سويلنجز واخده الانتيريور اسبيكت اوف ذا تشيست اون ايذر سايد اوف ذا ميد لاين كورسبوندينج تو ذا انتيريور اندز اوف ذا ريبز نتيجه التشينجز اللي انا قلتها دي اللي هي الوايد ابيفيزيال بليت والميتافيزيال وايدنينج وفريينج وارجولاريتي وكابينج. بيحصل الكلام ده كله بنفس الترتيب عند الانتيريور اندز بتاع الريبز. فلو انا جيت للطفل بحسه من قدام هلاقي الانتيريور بارت اوف ذا ريبز بلجنج تحت ايديا سكسسيفلي من فوق لتحت، بسمي ده روزري بيدز. بون سوفتنينج اللي انا قلت عليه ده بيحصل في الاطفال جدا، واهم حاجه هي البوينج اوف ذا لور لمب. الطفل لما بيجي يمشي وهو عنده الكالسيوم قليل في السكيليتون يبتدي رجليه العظم بتاعه يبقى طري، فما العظم بتاعه يبقى طري يحصل له ايه؟ بوينج في اللور لمب. دي اهم مانيفستيشن للبون سوفتنينج في الريكتس. بعد كده ريتارتد بون جروث اند ماتوريشن. يعني ايه ريتارتد بون جروث اند ماتوريشن؟ يعني احنا عارفين ان احنا ممكن راديولوجيكالي ناسس الايدج بتاع اي واحد اي طفل من البلين اكس راي بتاعته. عندي شارتس معينه نسميها جريليش بايل شارتس، بشوف الاكس راي وببص في الشارتس اشوف البلين اكس راي دي شبه انه ايدج في الشارت وادي للطفل ده ايدج. لو خدت طفل مثلا سي الايدج بتاعه 2 ييرز او 3 ييرز هلاقي راديولوجيكالي الايدج بتاعه ريتاردد قوي على الشارتس دي، يعني بدل ما هو سنه 3 سنين هلاقي سنه في الشارتس دي سنه. ده المقصود بيه ريتاردد بون جروث اند ماتوريشن. ده بيبقى سببه ايه؟
ان الابيفيسس بتاعت العظم بتظهر متاخر والنمو بتاعها بيبقى اقل من الطبيعي. فبالتالي ده اللي بيعمل لي الديفرنس في الايدج ما بين الكرونولوجيكال ايدج بتاع الطفل وما بين الاكتوال سكيليتال ايدج. اخر حاجه اللي هي في المانيفيستيشنز بتاعت الريكس هي ديكريز بون دنسيتي. فنقولهم تاني، هو وايد جروث بليت اهم ساين، فريينج وكابينج للميتافيسز اللي واضحين هنا، indistinct cortex, rosary beads, bone softening manifest by bowing of the lower limbs, retarded bone growth and maturation and decreased bone density. واضح قوي changes دي موجودة هنا. ده plain x-ray لطفل عنده active rickets. شايفين هنا الجروث بليت وايد ازاي، اللي هي المسافه ما بين الميتافيسز والابيفيسز دي وايدن. لو احنا شفنا بلين اكس راي لاي طفل تاني مش هلاقي المسافه وايدند بهذه الدرجه. تاني حاجه هنلاقي الميتافيزيه الانس شايفين وايد ازاي وفيها كابنج، والفريينج واضح قوي. الفريينج هو الريجولاريتي اللي احنا شايفينها في الميتافيسز هنا، وبرده شايف واضحه جدا في البروكسيمال ميتافيسز بتاع التيبيا وايفن في الفيبولا، وديكريز بون دنسيتي. ده عيان تاني عنده راكس، بس ده عيان دخل شوية في الهيلينج ستيج. عرفنا ازاي ان هو دخل في الهيلينج ستيج؟ ان انا شفنا بداية حدوث سكليروزس عند منطقة الميتافيسز. شايفين الميتافيسز في الفيلم اللي فات ما كانش فيها سكليروزس، كانت البون دنسيتي قليلة، وواضح قوي منظر الفريينج ده. لكن في البلين اكس راي هنا باين سكليروزس. شايفين يا جماعة البياض الموجود في الديستال انس بتاعة التيبيا والفيبولا، واضح قوي السكليروز، لكن ستيل في كابينج وفريينج في الميتافيسز. فده معناها ان ابتدى يحصل كالسيوم ديبوزيشن في منطقه الميتافيسز، معناها ان هو ابتدى يدخل في الهيلينج ستيج. لكن واضح قوي في البلين اكس راي ده المانيفيستيشن بتاعت البون سوفتنينج، ان في بوينج. فين شايفين بوينج؟ في التيبيا على الناحيتين، التيبيا بويد على الناحيتين نتيجه البون سوفتنينج اللي موجود. كل حالات الراكتس واللي معروفه او معظم حالاتها بتكون نتيجه فيتامين دي ديفيشنسي، هو اللي بيقلل المينراليزيشن بتاع الاوستيرويد ماتريكس، فبيوصلني للستيجز اللي احنا شفناها دي. لكن في نوع مهم من الراكتس اسمه ايه؟ فيتامين دي ريزيستنت راكتس. وليه سموه فيتامين دي ريزيستنت راكتس؟ لان هم كانوا فاكرين الاول ان هو فيتامين دي ديفيشنسي راكتس عادي خالص، وابتدوا يدوا للطفل فيتامين دي وبتاع ويخلوا الطفل يتعرض للشمس وكده، والعين ده ما بيتحسنش، يفضل نفس المانيفستيشنز ما بتتحسنش، ما فيش سكليروز او حاجه. فابتدوا يفكروا ويشوفوا، فطلع ان ده نوع من ديزيزز اسمه ايه؟ فاميليال هايبوفوسفاتيزيا. في حاجه اسمها فوسفاتيزيا هايبوفوسفاتيزيا، وحاجه اسمها فاميليال هايبوفوسفاتيزيا. الفاميليال هايبوفوسفاتيزيا ده بيبقى عباره عن دوميننت اكس لي لينك ديزيز، يعني بيتنقل ترانسميتد من الابهات للابناء، وبيبقى الديزيز ده متوارث وبيحمل على الاكس كروموسوم، وبالتالي ممكن يتنقل من الام لنص ولادها البنات او نص ولادها الصبيان، او يتنقل للاب الايه؟ لنص ولاده البنات بس، لكن الصبيان هياخدوا الواي كروموزوم فهيبقوا مش هيحصل لهم هذا الديزيز. بيدي مانيفستيشنز سيميلر قوي للراكتس. الجروس ريتارديشن فيه بيبقى فيري سيفير، وبيتلخبط في الديفرنشال دايجنوزس مع حاجه اسمها الشميت تايب اوف ميتافيزيال ديسبلازي. في ثلاث حاجات يعملوا المنظر اللي انا قلت لكم عليه في الميتافيسز: الكابينج والفريينج والاريجولاريتي. اول حاجه الفيتامين دي ديفيشنت راكتس، الراكتس الطبيعي اللي احنا عارفينه. تاني حاجه الهايبوفوسفاتيزيا. تالت حاجه الميتافيزيال ديسبليزيا. ميتافيزيال ديسبليزيا يعني ايه؟ يعني الميتافيسز بتاع اللونج بونز ديسبلاستيك والريجولر. فالثلاثه دول نفتكرهم اللي يعملوا المانيفستيشنز بتوع الميتافيزيال اريجولاريتي دول. فبيتلخبط بالتالي مع الشميت تايب اللي هو المايلدست فورم اوف ميتافيزيال ديسبليزيا، ويبقى شبه الراكتس بالظبط. في نوع تاني اكتشفوه من الهايبوفوسفاتيزيا، هو نفس الهايبوفوسفاتيزيا اللي احنا شفناها المره اللي فاتت، لكن بتتنقل بطريقه مختلفه برضو من الابهات والامهات للجنريشنز اللي بعد كده عن طريق اوتوزومال ريسيسيف باترن. بيبقى عندهم لو سيرم الكالاين فوسفاتيز. ممكن المانيفستيشنز بتاعت الريكتس عندهم تبقى مايلد تو سيفير فورم، وبالتالي برضو هو ده نوع برضو فيتامين دي ريزيستنت. فلو انا حاولت ادي للعين فيتامين دي مش هيتحسن. ويبقى معاهم مانيفستيشنز ثانيه زي ايه؟ كرينيوستينوزس، يعني لقوا عندهم مايكروكيفالي ونيفروكالسينوزس وسكيليتال ديفورمز. خلاص شايفين هنا في البلين اكس راي دي فيها ايه؟
منظر قريب من منظر الركت، ولكن في حاجتين. اول حاجه البون دنسيتي مش قليله بالظبط كده، وفي زي ما يكون ال ديفايند لوسنسي موجوده في الميتافيزيا الانس بتاع اللونج بونز. شايفين هنا الالنا الديستال انس فيها ايه؟ اوستيوليتك ال ديفايند اوستيوليتك ليجن. لكن انا مش شايف الكابنج والفرينج اللي كنت بشوفه في الراكتس، لكن هنا بقى مور اور لاس في ال ديفايند اوستيوليسيس موجوده في الميتافيزيا الانس اوف بوث. ده الناحيتين البلين اكس راي على الفور ارمز على الناحيتين، البوث النا والبوث راديوس برضو فيهم نفس التشينجز. فبالتالي وجود هذه التشينجز عند منطقه الميتافيسز نخلينا نتلخبط مع الراكتس او نتلخبط مع الميتافيزيال ديسبليزيا. فنفتكر الثلاثه ديفرنشال دايجنوزز دول في اي ميتافيزيال ايريجولاريتي او ميتافيزيال ديسبلاستيك ابييرنس. اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده هو ايه؟ الاوستيوماليشيا والركس، الاثنين دول نتيجه فيتامين دي ديفيشنسي. فبنكمل في بقيه الميتابوليك ديزيز، هنخش على فيتامين سي ديفيشنسي. يعني الفيتامين دي يعملوا لي في الكبار اوستيوماليشيا وفي الصغيرين ركس، فيتامين سي ديفيشنسي هيعمل لي حاجه اسمها سكيرفي. وسكيرفي ده بس عشان نفتكر اهم بس معلومه، ان هو ديزيز ذات اوكيرز اونلي ان تشيلدرن. يعني المانيفستيشنز اللي انا هقولها لكم دي كلها هتحصل في الاطفال. الناس اللي بيحصل لهم فيتامين سي ديفيشنسي في الكبار هيجي لهم بس ديفيوز اوستيوبينيا بس كده. لكن كل المانيفستيشنز اللي احنا هنشوفها اللي حاططها على السلايدز وهنشوفها في كل الصور اللي انا هحطها لكم في السكيرفي دي، حاجات بتيجي في الاطفال فقط، وبيجي ما بين سن 6 شهور لسنتين، وبيبقى اكتر اراوند ذا ني جوينتس. ايه اللي بيحصل في الفيتامين سي ديفيشنسي؟ اول حاجه بيحصل اوستيوبوروزس، وزي ما قلت لكم هي المانيفستيشن الوحيده بتحصل في الكبار لو جالهم سي ديفيشنسي. تاني حاجه بنسل شيبد كورتكس. لو احنا شفنا الابيفيسس دي ديزاين مشهوره قوي، الابيفيسس بتاعت العظم، هنلاقي ايه؟ الدنس بتاعتها قليله، اكني رسمها بقلم ابيض، صح؟ المفروض الابيفيسس دي بشوفها كلها بيضه، لكن انا مش شايفها كلها بيضه، شايف السنتر بتاعها او الكور بتاعها اوستيوبينك، والكورتكس بتاعتها فيري سن وشكلها بيضه. بنسمي هذه الساين ومبرجر ساين، اللي هو بنسل ثند كورتكس او بنسل ثند ابيفيسس. الابيفيزيال بليت هنا مش هيوسع، شايفين الابيفيزيال بليت هنا مقارنه بالحاله اللي فاتت اللي هي المسافه ما بين الميتافيسس والابيفيسس، دي المسافه الطبيعيه هنا ما بين الميتافيسس والابيفيسس. لكن في الحالات اللي فاتت في الراكت شايفين المسافه دي وسعت ازاي؟ نرجع تاني للسكيرفي. اول ساين ومبرجر ساين اللي انا قلت لكم عليها اللي هو بنسل ثند كورتكس ان ذا ابيفيسس. تاني حاجة provisional zone of calcification in the metaphysis، يعني ألاقي الميتافيسز فيها band of sclerosis. شايفين هنا الميتافيسز أكن فيها قط سك لونه أبيض أو radio dense line موجود في الميتافيزيال أنس بتاع اللونج بونز. بعد الراديو دنس لاين ده هلاقي ill-defined band of lucency بيسموها tremor field sign. بعد كده بلاقي في ممكن ألاقي عندهم ميتافيزيال corner fractures. دول بنسمي الحته دي الحتتين دول اللي انا بوريكم لكم بالماوث دول ميتافيزيال كورنرز. بيجي عندهم ممكن هؤلاء الاطفال اللي بيعانوا من سكيرفي كورنر فراكشرز، الاقي الكورنرز بتاع الميتافيسس دول فيهم ايه؟ اوبليك فراكشر لاينز. بسمي هذا الساين بيلكن سبير. ورابع حاجه بيجي لهم سبري اوستيال هيماتوما ودنس كالسيفيكيشن، يعملوا لي دنس بري اوستيال رياكشن زي في الصوره دي. هلاقي هنا السكيرفي، شايفين منظر الميتافيزيال انس فيها سكليروزس، وبعديها ال ديفاين لوسنسي في الميتافيسز، وبنسل شيبد كورتكس اللي هو الوينبرجر ساين، وبيحصل لهم سبري اوستيال هيموريدج، وبعد كده على اللونج ران سبري اوستيال نيو بون فورميشن بالمنظر الفظيع ده. فلاقي العظم هنا ماشي اهو، والبيري اوستيوم اليفيتد قوي، وفي سبري اوستيال دنس بون فورميشن حوالين العظم. فدول الساينز اللي بيحصلوا في الريكتس. زي ما قلت لكم كل الكلام ده بيحصل في الاطفال ما بين 6 شهور وسنتين، لكن الكبار ما بنشوفش فيهم هذه الساينز. هندخل على الاوستيوبوروزس. احنا خلصنا الاوستيوماليشيا فيتامين دي ديفيشنسي والسكيرفي، ندخل على الاوستيوبوروزس. ايه الفرق ما بين الاوستيوبوروزس والاوستيوماليشيا؟ قلنا في الاوستيوماليشيا ان هو نتيجه
ان الاوستيويد ماتريكس بتاعت العظم مش هيحصل لها من الريلاكسيشن طبيعي، او الكالسيوم اللي هيتحط على الاوستيويد ماتريكس مش طبيعي. فبالتالي الاوستيويد ماتريكس ده لو انا فحصته تحت مثلا الميكروسكوب هلاقي الكالسيوم فيه قليل، عشان كده العيان ده هيجي له اوستيوميليشن. الاوستيوبروزس مش كده خالص، الماتريكس طبيعيه، يعني الكالسيوم ديبوزيشن بتاع الماتريكس طبيعي، لكن كميه البون قليله. يعني ايه كميه البون قليله؟ يعني مثلا بالبلدي كده لو انا خدت سنتي مكعب من العظم مفروض يبقى فيه مثلا وزنته الاقيه مثلا الوزن بتاعه مثلا 3 جرام، لا في الاوستيوبروزس هلاقيه 1 جرام بس، نتيجه الاوستيويد ده كميته قليله على المساحه اللي هو فيها. فبالتالي التيرمينولوجي بتاعه الاوستيوبروزس هي ايه؟ ديكريزد بون ماس، كميه العظم قليل على المساحه اللي فيها. لكن الديبوزيشن بتاع الكالسيوم على الكميه اللي موجوده هو ديبوزيشن يعتبر طبيعي، يعني نورمال مينراليزيشن. في اسباب كتيره للاوستيوبروزس زي ما انا حاطط في السلايد دي، في فاسكولر زي الانيميا، الدراجز مشهوره قوي، الناس اللي بياخدوا ستيرويدز او هيبارين ممكن يجي لهم اوستيوبروزس، دايتري ديفيشنسي من اهم الحاجات، سكيرفي، مال نيوتريشن عندنا هنا خصوصا في مصر بيجي لهم اوستيوبروز، كالسيوم ديفيشنسي. في حاجه اسمها ايديوباثيك اوستيوبروزس، يعني عيانين جالهم اوستيوبروز وقاعد ندور على اسباب، مفيش لا اندوكراينال ولا دراج ولا دايتري، فاتقال ترم ايديوباثيك. هنلاقي ترم ايديوباثيك ده في كل الترمينولوجي وكل اسباب الطب هتلاقي فيها ترم ايديوباثيك، يعني معرفوش سبب معين لهذا الاوستيوبروزس في مجموعه من العيانين. كونجينيتال، في حاجه اسمها اوستيوجينسيس امبرفكتا كلنا عارفينها، دي بيبقى عندها ديفيوز اوستيوبروزس. توكسيك، الالكوهوليزم والكرونيك ليفر ديزيز على اللونج ران بيعملوا لي اوستيوبروزس. من اهم بقى لسته اسباب الاوستيوبروزس هي الميتابوليك والاندوكراين اللي هي محاضرتنا النهارده، سينايل الناس الكبار في السن، بوست مينوبوزل، بريجننسي، دايابيتس، هايبر بارا، كوشنج، اكروميجالي، هايبوجوناديزم. معظم لسته اسباب الاندوكراينال ديزيزز والميتابوليك ديزيز كلها تقريبا هتعمل اوستيوبروز. لكن من الليست الطويله دي يهمني اللي انتوا تعرفوا الاربع اسباب دول هم اشهر اربع اسباب من اسباب الاوستيوبروز. سينايل، يعني عيني كبار في السن طبعا عندهم اوستيوبروز، بوست مينوبوزال وومن عندهم اوستيوبروز، الناس اللي بياخدوا ستيرويد ثيرابي لاسباب معينه زي الناس اللي عندهم روماتيك ديزيز، سيستميك لوبس، الناس اللي عندهم روماتويد هيجي لهم على لونج ران اوستيوبروزس، والمال نيوتريشن بهذه الترتيب، سينايل، بوست مينوبوزال، ستيرويد اند مال نيوتريشن هم اشهر اربع اسباب من اسباب الاوستيوبروز. نبتدي نشوف كده بقى كل الميتابوليك والاندوكراينال ديزيز اللي ممكن تعمل لها اوستيوبروزس وايه المانيفستيشنز اللي مع كل واحد عشان تخليني افرق كل واحد عن التاني. سينايل اوستيوبروز، الناس الكبار في السن اللي بيكبروا في السن بيجي لهم ايه بمرور الوقت؟ زي ما بيعجزوا، كل واحد بيعجز في كل حاجه، شعره مثلا بيبيض، البرين بيحصل له انفوليوشنال تشينجز، الجلد بيكرمش، برضو العظم البون ماس بتاعته بتقل، فبيحصل له ايه؟ البون دنسي بتاعت العظم تقل. بنشوف المانيفستيشن ده اكتر على مستوى الفرتبري، ليه؟ لان الفرتبري هي اللي بتشيل الايه؟ الويت بتاع الجسم. فبالتالي اي ديكريز بون ماس في الفرتبري او اوستيوبروز في الفرتبري ده بيؤدي الى انسفيشنسي فراكشر، يعني الاقي العظم بتاع الفرتبري دي بقت كولابسس، حصل لها كومبريشن فراكشرز زي ما احنا شايفين في العيان ده. ده عيان عنده سينال اوستيوبروزس، شايفين هنا ايه الفرتبرال بودي 1 و3 بقوا كولابسد، ايفن 2 الهايت بتاعها ريديوسد، وبقيه الفرتبرا كلها بلاقي فيها منظر ايه الباي كونكيف كونفيجوريشن، نتيجه ان هي مش عارفه تشيل الويت، فبالتالي حصل لها سام سورت اوف سوفتنينج. هنخش بعد كده للاندوكراينال انديوز اوستيوبروز، وقلت لكم معظم الاندوكراينال ديزيز بيؤدي الى اوستيوبروز. اهم الاندوكراينال ديزيز هي الكوشنج. يعني ايه الكوشنج ديزيز؟ كوشنج سيندروم هو انكريزد اندوجينس او اكسوجينس كورتيزول، يعني الكورتيزول زاد، يا اما زاد الجسم زود الكورتيزول برودكشن، او العيان ده بياخد كورتيزول من بره. السبونتينيوس اللي هي الكوشنج من غير ما العيان ياخد اكسوجينس كورتيكوستيرويدز هي فيري رير، وليها ثلاث اسباب، يا اما البرودكشن اوف هاي اي سي تي اتش من البيتيوتري، وده بيمثل 80% من السبونتينيوس اللي هو رير نتيجه ادينوما في البيتيوتري جلاند بتعمل اي سي تي اتش،
يا اما ادرينال برودكشن اوف كورتيكوستيرويدز عاليه، يا اما اكتوبيك كورتيكوستيرويد برودكشن، يعني في حته غير البيتيوتري والادرينال. وعارفين حاجه اسمها ايه؟ بيسموها ايه؟ بارانيوبلاستيك سندرومز، عيانين عندهم مالجنسي في حتت مختلفه. اشهر المالجنس دي البرونكوجينيك كارسينوما. ممكن هذا المالجنان تيومر يبقى عنده اندوكراينال كاركتر، يعني بيؤدي الى افراز سم اوف هرمونز او اندوكراينال هرمونز، اشهرهم الاستيرويدز. فالبرونكوجينيك كارسينوما ممكن هذا التيومر يفرز نفسه كورتيزول او اي سي تي اتش، ويؤدي الى ان العيان ده يحصل له كوشنج سندروم، سبونتينيوس كوشنج. لكن ده اكستريملي رير. احنا نعرف الاسباب دي، ونعرف ان اسباب الاسبونتينيوس اشهرهم هو البيتوتري، ولكن سبونتينيوس رير. اهم حاجه هي الياتروجينيك كوشنج. يعني ايه ياتروجينيك؟ يعني احنا اللي بنعملها، ان احنا بندي للعيان كورتيكوستيرويدز من بره، فنتيجه ان هو بياخد كورتيكوستيرويدز على فترات طويله بيؤدي ان هو يظهر له مانيفيستيشن بتاعت كوشنج سندروم. ايه المانيفيستيشن بتاعت كوشنج سندروم اللي احنا ممكن نشوفها؟ اول حاجه جروث ريتارديشن اللي احنا قلنا عليه. هلاقي ان العظم ده مش بيلحم في وقته، ان الابيفيزس شكلها صغير، ان لو عملت راديولوجيكال ايج اسيسمنت للعيان هلاقيه اقل من الكرونولوجيكال ايج الطبيعي بتاعه. تاني حاجه اوستيوبروز، ده الطبيعي ان قلنا احنا اوستيوبروز، فكل الاندوكراين بتعمل اوستيوبروز. تالت حاجه وده مشهور باثولوجيكال فراكشرز. طبعا كل عيانين الاوستيوبروز منهم السيناي اللي انا قلت لكم عليه بيحصل لهم باثولوجيكال فراكشر، لكن الكوشنج بالذات بيحصل له الباثولوجيكال فراكشرز. بتبقى ليهم ثلاثة كاركترز مهمين نعرفهم. اول حاجه بيبقوا مالتيبل بينلس ويز اكسسيف كالس فورميشن، بس دول ثلاث حاجات عايز تفتكروهم في حالات الكوشنج، ان هو الباثولوجيكال فراكشرز يبقوا مالتيبل بينلس، العيان مش بيحسس بيهم. ثالث حاجه اكسسيف كالس فورميشن. ده بلين اكس راي لامبر سباين، في طبعا ايه ريديوس ذا هايت في الفيرتبرال بودي في اللامبر دي، تقريبا لامبر 3 او لامبر 4، ولكن الابر اند بليت فيها دنس سكليروز، في ديبريشن فراكشر في الابر اند بليت وهيلينج باي اكسسيف سكليروز. وممكن العيان ده ما يكونش حاسس ببين في ظهره، او مش حاسس ان هو حصل له كسر او حاجه، واحنا نكتشف هذا بالصدفه. فده ايه؟ painless fracture with excessive callus formation في الأبر end plate of one of the lumbar vertebrae. بعد كده بيجي لهم مشهورين قوي، بيجي لهم ايه؟ avascular necrosis في الفيمورال هيدز، اللي هو زي الصوره دي شايفين؟ في هنا some sort of osteoporosis، وفي bilateral femoral head شكلهم ايه؟ deformed irregular، وفيهم ill defined sclerosis مع central lucences. ده منظر الايه؟ افاسكولار نيكروزس. والافاسكولار نيكروزس ممكن يبقى يونيلاترال، ممكن بيبقى بايلاترال، سيمتريكال او اسيمتريكال، حسب يعني العيان ده حظه جاله الناحيه وعلى ناحيتين. لكن اغلب الظن عيانين اللي بياخدوا ستيرويدز على اللونج ران نبقى احنا دايما لو العيان ده جاله هيب بين ممكن يجي لنا بيطلب له ام ار اي او اتليست في الاول بلين اكس راي، يبقى عارفين من غير ما العيان ان هو بيدور على ايه؟ بيدور على افاسكولار نيكروزس في الهيب. نرجع تاني، ده بلين برضو اكس راي موجود في التكست، ان العيان عنده ايه؟ مالتيبل فراكشر ريبز، لكن الفراكشرز دول انا مش شايف فراكشرز، بس انا شايف ايه؟ دنس كالس فورميشن حوالين هنا، في ماركت سكليروزس في البوستيريور واللاترال اس بتاع الريبز على الناحيتين. ده نتيجه ايه؟ اكسسيف كالس فورميشن اسوشيتد وذ مالتيبل فراكشرز، والعيان مش حاسس ان هو لا حصل له تروما ولا حاسس ببين. تعمل له بلين اكس راي تشوف المنظر ده، فده يالرت في دماغك ايه؟ بينلس ويز اكسسيف كالس، يالرت ان ده ممكن يكون كوشنج سندروم او نتيجه هاي دوز اوف كورتيكوستيرويدز. زي ما احنا عارفين طبعا بقيه ان عيانين الكوشنج دول بيجي لهم هاي انسنس اوف انفكشن، سواء سكيليتال انفكشن او سواء سوفت تيشو انفكشن، وكان بيجي لهم سولت اند ووتر ريتنشن. فسولت اند ووتر ريتنشن بيعمل لنا ايه؟ هايبرتنشن، ووتر ريتنشن تعمل لنا اديما في اللور لمس وكده. دي برضو ساينز الكلينيكال ساعات بيساعدنا، ان احنا في كتير قوي من شغلنا مش بيجي لنا سفيشنت كلينيكال داتا، فاحنا لازم بنضطر نبص على العيان فنسال العيان عندك هايبرتنشن ما عندكش هايبرتنشن، عندك اديما في اللور لمب ما عندكش، فبالتالي ده بتساعدني تشخيصيا في بقيه عشان اشخص بقيه الديزيز. انا بس عايز اوريكم صوره